طيب الحقيقة امبارح اللقطات كانت كتيرة قوي، والمشاهد اللي فيها دلالات عميقة جدا ورسائل واضحة كانت كتيرة كمان. بعد انتهاء المباراة الكابتن محمود الخطيب اصطحب أعضاء مجلس الإدارة اللي موجودين معاه واتجهوا نحو مدرج الجماهير المصرية. عدد الجماهير الأهلوية اللي موجودة اللي المجلس راح يسقف لهم ويحييهم عدد قليل، لكنها كانت رسالة في العموم، بس كان مؤثر إن جدا. جمهور النادي الأهلي في كل مكان يستحق الشكر. ده اللي اقصده بقى، ذروه الاحساس بالجمهور. هذا الجمهور اللي انت بتقول ما حصلش 1000 واحد، لكن في ظروف صعبه جدا راح وشجع وقعد وكان مؤثرا ولم يهدأ وتم مكافئته، ولكن هذه رساله الشكر التي ينبغي ان تقدم لاصحاب الحق في السعاده. هو الفضل كل من ساهم في هذا الفوز صاحب فضل، له التحيه. لكن الجمهور بالذات صاحب حق، صاحب حق انه يسعد، وعايزين يقولوا له والله احنا سعادتنا لا بنشعر ان احنا قدرنا نعمل لك حاجه. فراح هم اللي بيسقفوا للجمهور. كانت تحيه واجبه جدا ومستحقه.